القضية ما فيها كل إنسان يعني يبحث عن إمام يصلي خلفه صوته جميل يتأثر ويخشع كذا، ما في بأس. يعني ما في بأس الإنسان يبحث عن من يرتاح في الصلاة خلفه حتى لو كان المسجد بعيدا عنه. يعني أنا ساكن بمشرف مثلا، بروح أصلي بالفيحة، ليش؟ والله الإمام هناك أرتاح لقراءته، أخشع، أتأثر كذا، ما في مانع أبدا. وعشان ما تفوت صلاة العشاء يروح مبكر، يفطر يأكل رقمتين ويذهب مبكر قبل الأذان. طيب، فلا مانع أن الإنسان ينتقل من مسجد إلى مسجد بحثا عن الصوت الجميل أو صوت المؤثر أو الخشوع في صلاته، لأن هذا هو المطلب الأساسي، وهو أن الإنسان يخشع في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن أيضا لا يكون ذهابه فقط خلنا نقول يعني لأذنه وليس لقلبه، عرفت؟ يعني حدثني أحدهم يقول ركبت تاكسي في مصر، أنا ما قصدي عيب على مصر لكن أقول لكم اللي صار يعني. فيقول ركبت تاكسي في مصر، أول ما ركبت التاكسي قلت له عندك عبد الباسط؟ قال شغل يا عبد الباسط. قلت شغل ربع ساعة، طريق المطار طويل شوية، ربع ساعة الله. قلت له بس عندك أم كلثوم؟ حط لي أم كلثوم. فالناس تطرب للصوت مو للقراءة وليس للقرآن، لكن الصوت حلو، الصوت يونس. وذاك انتم تشوفون، انا مره سمعتها يعني وصعقت صراحه، يعني كنت اسمع بالراد، وبعد بالراد وحاطين يعني وين المسؤولين انه كذا ما تبهوا في الراد، واظن اذاعه القران او غيرها او الكويت، لان قديمه السالفه يمكن قبل حتى انشاء اذاعه القران. فالشاهد انك كنت قاعد اسمع، فالقارئ قاعد يقرا وما شاء الله الصوت جميل، اظن ما خاب ظني المنشاوي، فكان قاعد يقرا، فقرا بان صوتي مو صوته طبعا زين ولا ربع ولا عشر، فالمهم قاعد يقرا، فقال ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. واللي وراء الله زدنا كمان يا شيخ، شنو زدنا؟ قالت كان جهنم يعني مو حولكم، قالت كان جهنم، هذا زدنا كمان. يعني مو قاعد يدش قاعد يقول، هو قاعد يطرب على الصوت، هو يطرب على الصوت وليس إلى المعاني التي مرت في القرآن الكريم. فإذا كان الإنسان لا يخشع يعني يفهم، لأن في بعض القراء يقرأ ويفهمك، يعني تفهم من قراءته طريقة وقوفه، وقف الآيات كذا، رفع الصوت، تنزيل الصوت، سبحان الله، يعني تفهم الآية، خليك تفهم الآية صح. فهذا إذا كان كذلك يعني أنت تستفيد في فهم الآية والخشوع وكذا، طيب. أما لا رايح صوت حلو، لا يروح، يصلي في المسجد اللي عند بيته. هذا العلم عند الله تبارك وتعالى.